بمجيئهما إلى عالم الدنيا كانت قد علمت رفيقة خطواتهما بملازمة ضيف ثقيل لهما يتمثل باضطراب طيف التوحد الذي قد حل على فكرهما وسلوكهما منذ نعومة أظفارهما. حال وضع الأسرة في امتحان عصيب لتجاوز هذه الشدة عبر الأخذ بزمام عدد من المبادرات التحفيزية التي تستهدفهما كي تلمس أثرا إيجابيا على شخصيتهما وعلى أصغر تصرفاتهما داخل المنزل وفي بيتهما الثاني المدرسة. لطالما أخذ بيديهما وساروا معا لمواجهة أمر قد قدر. بمجيئهما إلى عالم الدنيا كانت قد علمت رفيقة خطواتهما بملازمة ضيف ثقيل لهما، مترقبة لما ستؤول إليه حياتهما بعد أن حل اضطراب التوحد على فكرهما وسلوكهما منذ نعومة أظافرهما. في البداية طبعا كانت صدمة يعني، بس مع الوقت احنا تأقلمنا مع الوضع وحاولنا ندربهم من عمر سنتين ونحاول نركز على كل شيء هم ضعيفين فيه. الأخذ بزمام المبادرات التحفيزية التي تستهدفهما أمر أحاله اهتمام الوالدين وحرصهما إلى موضع التنفيذ دون ما تأخير. أؤمن بالتعلم باللعب، فدائما كنت أوصل لهم الأشياء باللعب. وزارة متعاونهم ويانا أكثر شيء، تطوروا أكثر ودخلوا، يعني كانوا يعني في البداية غير متقبلين، بس بسبب جهودهم أنه لا اندمجوا في الصف. رسمت نفسها كطفلة تملأها الحياة بألوانها المتناسقة، أتقنت صف كلمات بسيطة من نبعها الداخلي، وجدت طريقها لتوضع في مقام المعلم احتفاء بعيدة. Efforts and care are much more appreciated. Best wishes for this teachers. تدبر كيف يقرأ جزءا من كتابه الذي ألفه حول نشأة الديناصورات. I made a book about Godzilla, the most famous kaiju. He just appeared in 1954 to 2020. He's strong and also 120 meters, and he can blast every enemy he has with his atomic blast. وفي صف الدمج حكاية أخرى تروى في كيفية إثبات نفسه، وربما متفوقا على أقرانه، فهو من يتقن لغة الاجتهاد على طريقته الخاصة، وهو من يجبر الرفقاء في صفه أن يصفقوا له اقتدارا. ومن باب الإنصاف، لوزارة التربية والتعليم دور لا يمكن إغفاله في الأخذ بيد التفوق الذي يسكنهما نحو وجهة آمنة. الأساليب اللي احنا نستخدمها في حق الطلبة هي بنفس الاستراتيجيات التعلم. طبعا احنا نعامل طلاب التوحد وطلاب السوية يعني بنفس المستوى، فنعاملهم نقدم لهم نفس الأنشطة نفس الاستراتيجيات، يعني ما في أي فرق بين أي طالب. عندنا ما شاء الله طالب علي نشيط، هو طالب جدا 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 ذكي، وما شاء الله عليه يعني يشارك في جميع الأنشطة الطلاب. في برهنة القدرات نشاط تلوذ بالدفاع عنه والأخذ بتفاصيله نحو التفرد، عزائم لم يركسها شبح طيف ظن أن يسود ويلازم كيانهما، إلا أن ظنونه اصطدمت بواقع زهي تم رسم ملامحه الأخاذة على لوحة فنية عنونت نفسها بجملة رنانة: قم واستفق، فلديك الكثير مما يمكنك فعله. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.